الإمام علي عليه السلام، وكان من بينها سلمان الفارسي والمقداد وأبو ذر الغفاري وغيرهم، وكانوا هؤلاء يمثلون المدرسة التوحيدية حيث قاموا بتأويل القرآن. فالموحدون آنذاك قبل أن يعرفوا بالدروز كانوا تابعين لهذه المدرسة، وبقوا تابعين للإمام علي عليه السلام ولأولاده لغاية الإمام جعفر الصادق عليه السلام، حيث انشق المتشيعون للإمام علي عليه السلام إلى قسمين: قسم تبع الإمام موسى الكاظم، وقسم تبع الإمام إسماعيل، وهم الإسماعيلية. وقد ترافق